الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسئلة استثنيه أيام كده ترني مركا استثنيه أيام الربا جوابه سي سؤال كبير، كم أركان الاستثناء؟ استثنوا أركان ليه هالير وميقى أربعة وأفر ليه أركان تيسو أفرتي رغنشك مستثنى اسم كلا صار يا باي مستثنى منه كي وحلقر يا باي أداة الاستثناء آلت دي وحلقو صار يا باي الاستثناء يسره بدو فعل كي يشقاد اللقى بطيئة أركان الاستثناء أربعة أركان تستثنوا هو أفر صحيح وايه وحروف الاستثناء كم حروف الاستثناء ثمانية سداد تري إلا غيره سوا سوا سواء خلا عدا حشاء ليحا مرسينين ليس لا يكون سداد واي ولا قرتي سداد واي صح اها سداد محيه محروفة سوى أسماء سوى أفعال أفرق يبور الله قيبيا قسم حرف باتفاق قسم وحرف والسلاء قلية وإلا كريد يا قسم آب اسم باتفاق وقسم اسم والسلاء قلية وغير يسوى يا سواء غير يسوى يا اللقات كده والله بقى يبور قسم نوافل باتفاق ليس وركوتشيرو إيه لا يكون باتفاق فعل طائعة صدق قيب الله الشيخ متردد بين الفعلية والحرفية إيه قيب مرنا حروف نغطة مرنا أفعال نغطة خلا عدا حشا والله الشيخ الله إله والله قرتي هذيب أفر قيبودهين أو قيب اسم تهي أو قيب حرف تهي أو قيب فعل تهي أو قيب مرنا أفعال نغطة مرنا حروف محوير حروف الاستثناء محوير هاي وحال ليه أطلق الحرف وأراد الكلمة ها وحال ليه الحرف مسكير لكن كلمات ولتشهد على طريقة المتقدمين وكوافعا هل عندك جواب ثاني؟ جواب لبا لا شرتيو وإغفا كطي ورفع عنواي قفك ميت كان عيارنا هيا من باب التقليب واي سيدا قرحلة شمس قمر قمرين قالوا لي أبو بكر يا عمرنا عمرين أم إيو أبن أبوين ومن باب التقليب حرف كي الله قلبي وانت كلا لقا قلبي البلاش جوابه ضع لقا بحيا خلا عدا حاشا محالو قرانا مركي فعل طيب مركي حرفت محالو كلا قرانا ها خلا عدا حاشا سطح رسول الله ما بين مرنا حروف النقضة مرنا افعال النقضة ما هي دي محالو كلا قرانا خلا عدا حاشا مرنا واحد نقال حروف او حروف شير مرنا واحد نقال افعال وفعل ماضي محالو كلا قرانا مستثناها كدام بيه مركو هوس لغاية هاي مركاس حرفين نغدين مستثناها كدام بيه مركو كر لغاية هاي فعل واي ساسالو كلاما يقع باسكو اكبا ساسالو كلا دو واي واي هاي مستثنيه يانقالنا فالمستثنى كلا صور ريضي إذا كان الكلام تاما فالمستثنى كلا صور ريضي بإلا اللغو صور ريضي يوسف والله كر لغا إذا كان الكلام كلام كدو هذا تاما تام موجبا لكر موجبا الله الصغير
ما حاله رجل هذا كلام تام. ما ذكر فيه المستثنى منه وحاله رجل هذا كلام مستثنى منه وحلق السر هذا الشيخي فاسلوا رجل هذا تام كلام تام حاله رجل هذا ما لم يتقدم عليه النفي ولا شبهه وهو النهي والاستفهام. موجب سوكم أنا ودي ما هو الموجب حد جاوبتي ما شاء الله واحد قال يا حيست تام نكا ساكت جوابي ها موجب محل إذا ذلوي ما لم يتقدم عليه النفي ولا شبهه وهو النهي والاستفهام وهو النفي يشبه النفي من نكر مرن شبه النفي نوحل هذا النهي والاستفهام ولا قرتي هذه كلام كهرمر تام يهي وتام كلام كهرمر وتام وانا موجب ادواتك وحلو بصو استفنونا انا وإلا اسمك مستفنها الله صور اذا حالات دا صوك لحيون كي سكوية منصوب وي وحكا نقوم بنا مثال اوكي كلام كيو تام او موجب اهلات وحلو بصو رينا إلا طهر قام القوم إلا زيدا إلا زيدون ما دي كرنا ميا صحيح اجيس الله محيرا ساسوي قام القوم إلا زيدا إعراب قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع بقام وعلامة القوم قام القوم القوم زيد القوم فعل قام وفي أنت القوم فعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إلا الا الا اداه استثناء زيدا زيدا اقوى زيدا مستثنى منصوب بالا وعلامه النصب فتحه ظاهره في اقل محل شيء كالكاس وها ماشي اسوينا لا ضيعين ولا قرتي كلامكم مركو تام يهي وا تام مستثنى منه ولا شيء لكن وغير موجب موجب معها هيا هنا هنا اسم كيلا صورها وإلا لغ صورها يا لما وجاكو بنان حيك ليه يا إن مستطنعها مستطنع منه قال لقد بدلوا وجه كو وجه كلام إيا إن لغو لا نصبيه لغو نصبيه على الاستثناء لا راسك بنان مثال اوكي كلام كيو تام غير موجب او الا واخ لو سو هيراي ما قام القوم نفي كور مره كلام كي هذا ما اهم واخ وين موجب ما موجب ما نفي كور مره ما قام القوم قوم كي مستاجين الا زيد الا زيد ولا ما ودي كرنا هايه هذه للرفعيه محل اعرابه الا زيد هذه الى زيد محل اعرابه بدلا كان لك بدلا مبتلوين واكا القوم وي حدي اولا نصبينا حالو نصبينا استثناء لو نصبينا كلام كادو ناقص يهي كل يبا ناقص هدو نقضى واف اسكا منفي او موجب مبا نقضى مرادو ناقص نقضى كلام كو مركو ناقص يهي مستثنيه اللا صور ريبي حقون كيسو كون نقونا ها ها إعراب كيف يكون هنا؟ لا ما صعبان هاي على حسب العوامل عامل كون أباهن يا لقديها هاي عامل كيو فاعل أباهن مثال كيسكين ما قام إلا زيد حتى لما الشيخين مستثنى منه ما قام ما استاجين عليه إد أن استاجين لما الشيخين خلاص كلام كمركع إلا ركهر يا وف أباهن هاي alaqad diga ila ism ka dambeeya ila ism ka dambeeya marka maanta kalaamka ila kor ay u baahay fiil wa fa'il u baahay wala raf'ina marka maxay saydu maanta ku raf'isan tahay fa'il nimo ila dar wa mulgha way way waxa sheegta kalaamka ila kor ay asagoo maf'uul u baahan mustafa minigi laba sheegin kalaamka waxa la yiri markaas oo kale ismka ilaada ka dambeeya mustafnaha waxaa laga dhigaa wuxuu u baahiyay aamilka ilaada ka horeey
وما ضربت إلا زيدا وياه وما ضربت إلا زيدا ضربت كلام كسب وباهي كلام كسب وفعل يفعل مفعول به وباهي إلا اسم كذا من حنك دينا مفعول به ضربان كدينا مفعول لم يكون اسمه إلا ذا نوام القاط ما عمل فلايد ولا قط كلام ككهر إلا أسبوع شهر مشهور وباه مثال أكن وما مررت معنا صمر إلا بزيد زيد أمبان صمر وياي بزيد شهر مشهور كسر كلامه تعلو تنا مرة وتعلو تنا يا وركاس وور ونعكسن والمستفنا كيل صور هاي بغير لغو صور هاي وسوى لغو صور هاي وسوى لغو صور هاي وسوى لغو صور هاي مجرور لا غير جر جائزا جر وحنا هنا ما بنانا اسم كلغو صور هاي غيره يسوى يلغوين كده وحالا احرارا يا جوابي ابي ما جوابي ها واهقاتي ده لاكو هقاتي كيف محلو ترى محلو ترى اسم كغير يسوى قدم بيا محلو ترى وجر كري اوقات هاي نسي وانا يسنو جوابان ربا هذا هذا حد جواب لا هذا والله جواب انت لا صوت يا ري هيا اسماء او غير يسوى اوحي لازما اضافه ودي قلت مضافة النقضان اسم كدن بي صوت اللي يبشرها وحي طاي ومضاف اليه وحكا ما نغكر اسم كدن بي ودي قلت غير يسوى وحي لازما اضافه أيقون مضافين نقران اسم ككتم يا مضافين نقران مضافين وابلة جرح به ما يلسع التعالى وفير سمرك غير ذا مارك وحلو سوء استثناده يسوى غير ذا لفتر كذا محال إحرابة وهم ده كالبدو هيه ما شاء الله هذا هو بغي ستين اوهو واسبب المركو بغي سنة ايه اصنواء قبطه واسوده اصنواء شاكيد ها ساسي مركا نغطي نتيجة يمريه لكالكورت ويهي غيرو يسوى ايه وحا الاعرابة اسم كإله كدن بيه مصطفنا هو الاعرابي شري وفي صبا ها إله اسم كدن بيه او مصطفنا اللي يريه وحي الاعرابي شري الاعرابة هذا كاسم اللي فهم هذي كلام تام هرمرو موجب غيرنا وحلو صوت صف نظر غير محل إعرابة يا شوابي هؤلاء نكاس الودي محل إعرابة وعلى نصبنا مثال على قاعدة قام القوم غير زيد في اسم كزيد غير كتب ولا ترى إلا مضاف إليه لكن غير دي على نصبنا أيضا قادنا إعرابك اسمك إلا كدن بيقادة شري قام القوم قوم كيستاقين غير زيد زيد مركا لقهر يا بو صحيح ما لا صحطا كلام حدوه هرمرو تام لكن غير موجب غيرنا وحلو الصور يا بو أما سوا اسمك كدن بأي سوا يا غيره بس الورطة مطون غنى عقابك أسوي كم تشوف مكالقات ماله غير ذا لفت كذا محل إحرابه حضو كارمر كلام تام لكن غير موجب لما وجه غير كبنان يسوى لما وجه حيك ليه البدل والنصب على الاستثناء إن استثناء نبلغ النصب يا وبنان تا كده وا ما قام القوم غير زيد وبنان تستثنين لغو نصبية ويتك اللبات ما قام القوم غير زيد ساس اوكرا بك لغا قفك دو يساقو دادهالو دو سان دادهالو هل كيسيو فردنا وي هاي ما يلسو حطا ده ما يلسو حطا ها اديقا سوكيني هاي
كلامك هذا ناقص يا هي غير محل إعراضة كرؤ دواق دي حولي ما شاء دواب هذا شيء ده فاصحاب بهم بل إله يهودي هل قال فائدة يستي هل كان من أرضى فرضو أفكى غفيرين ها مرك غيره على حسب العوامل المقرن فيري هذي وكهر مرة كلام ناقصة غير ذا اللفتر كذا رأى ذا صوح على صارع على حسب العوامل مثالي أيضا فاعل بهن كلام كره ما قام ما قام كلام ناقص وفاعل بهن كيف غير كذا مرة إلا ضحيت شيء هاي الله كره غير يبتون ما قام غير زيد ساس على هذا التطبيق ده وحقا تطبيق ده هو فهم أسوي سي دقيق وفهم ما قام خلاص وحالا ده حيوبها انت قام فاعل سماهم غير زيد ها غير وفاعل أيها الكلام كان مفعول به المثال كنت ما شاء الله وانا ضربت معنا قراعين غير زيد أسوي كرمشور به المثال وما مررت بغير زيد ما شاء الله أحسنت 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 ما شاء الله وهكا جدي أدير ما يلا سعطا ما يلا سعطا هاي سوان عن داخلك غير وكل بدون اسمك سوان لغو صار هيبو سوان اسمك لغو صار هيبو اسمك صورت أساق محل إعرابة ها كغاب كغاب يا السؤال هذا ما فهمين لما تشوفه يقول علي علي قال بيجي سادة كم علينا سوى اسم ككذب بيجي أو مصطفناها هو لغو صار يا بيجي حال إعرابة إعراب كيس الشيء مال نصفنا مال رفعنا مال الشرع إيه هذا ولا الشرع حال الشرع إضافة الوجه إلى مضاف إليه مما الوجه له مضاف إليه إنه يهي الوجه له إذا قلت لك اسم كي سوى مصور له سوى اللفتر كي محل إحرابة ولي غير أصلا كي اسم كإلا كدام بيه اسم كإلا كدام بيه وحي الإحرابة كي الإحرابة هاي كلام طعم وموجه به انتشيكتو سوى كدام مري قام القوم سوى زيد سوى مرك إحراب كده ما أنت وام حي إيش هذا إحراب كده ومنصوب واي أو على متنصيه فالحدي والجو قدره كلام تام غير موجه بحر مري سوى وحنك صار ما قام القوم سوى زيد وسوى زيد صحيح مرك سوى محاكو قدره هذان ربنا حنكون قدرينا حركة دي أو مصطفنا نما أنت كونس بذا فتح حنكون قدرينا هذان ربنا بدل القوم ينكبت لنا ضمن حنكون قدرينا كلام صحيح كلام كهدون ناقص نقضه ناقص هدون نقضه كل إذا ما بقى هنوش ومنفي هدون ناقص نقضه سواء محال إحرابة محال إحرابة شوارتها صح معها محال إحرابة كلام ناقصة هرمري الدوات اللي حلقوا صور ريبانا وإسوا على حسب العوامل الإحرابة عاملك كهر يقول بهني هلا قد أيضا عاملك كهر يسوا وقول بهني فاعل مثال كان ما قام سوا زيد سوا ما انت حي إحرابة انت ايش وفاعل ما إحرابة انت ما انت هايه أصبح كلام كسوا كهر مفعول به مثال ما رأيت سوا زيد سوا ما أنت محي إحرام أنت مفعول به نوع إحرام أنت أصبح كلام ككهر سوا جار مجرور كنت علقه به مثال ما مررت ما مررت هذا ما حدود بسوى زيد ما شاء الله أحسنت وهكا كذي وهي هي والمنصفنا بخلا وحده وحشا
خلا عدا حاشا اسم كلو صور ريبو او مستثنها لكن ادوات كلو صور ريبا خلا عدا حاشا حال اعرابا ما شاء الله ولا نصبي كرا وانا لا جري كرا هذه لا نصبي محل نصبي مفعول بي على قد ما هو حكار يا وحو يا مركز فعل هذه لا جري محل نصبي مرك ادوات انا خلا عدا حاشاها مرك لا جري ايغا حرف جرئه اسم كان مجروركي ما شاء الله جزاك الله خير مثال قام القوم خلا زي دين هيا هيا خلا زيدا زيدا مركز مفعول به واي ما شاء الله هيا عداء زي عداء عمرين او اسكو بده عداء زيدا عداء عمرين عداء زيدا ضغط قوة ذي عداء زيدا عداء زيدا هيا حشاء حاشا زيد حاشا زيد احسنت جزاك الله خير واه جاكري ويا هكي سيد لا لا وحكينا مرك درتي لا خاين سو جيدن هردين باب الله باب الله هذا مد كان باب الله لا باب كدي وي لا باب كدي انا هدا غلين هرتا والله سو مري اردغي ودرنتا لا يري وا دمنتو وا سو سوتانا شيداي ودرنتا اسغا لا سوغا لا ميقان سو مرن لا ما كان صامر يا شيخ كره اجروده انت كان صامر لا هيا هل حباد او هذا ادنا ادي حاله هذا ما قال هذا لا لا هذا لا دي شيخ ايوه ما هي فعل مضارع جزمين هذا لا تحزن ان الله معنا يا ايوه ما هو اسكل هل هل وهي معناه كلمة ايوه حرف حرف من حروف العطيه والله اسكو تغا والله شيخ هل انو شيخ ارو اسكو تكتب مركا لودا تصد سومرتين لا اوغادا لا وا بلنت هي هدا لبان سومرنا ميد waxay ahayd لا ناهيه فعل مضارع جزمي جرت ميدنا waxay ahayd حرف من حروف العطف واحنا لا اسكو العطف جير جاء زيد نايم لا عمر عمر ما ايمان هدا لا سبحان الله كان كغلينا ميد افراد ميد شناد نوانو دمي لا ذي صبحات أنا أنت كو قاضينا لا دا وحلنا لا نافية للجنس تعمل عمل إما تنصب الاسم وترفع الخبر لا دا وحلنا لا نافية للجنس جنسي أي أنفداء وحي عمل فشا إما سيدي عمل فريجرتي إما يا خواتي سيدي عمل فريجرتي أي عمل فشا إما عمل فريجرتي ما يحصوصتا تنصب الاسم وترفع الخبر صماها سيدي يا عمل فشا لا نافية محللة للجنس جنسي يا انفداء شيء اسم كقدم بيا نوعي سي جنسي صوتان ماشا لغماء كوي مارك وحالة لذا لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر هورت الله إذا أنكار لين برو إيه علم أغو الله أكو أغيسيو اغوه علم اياره ان الله لا تنصيب ويكردكتا ان نكراتي اسم يالك نكرابا بغير تنوين تنوين الان يكردكتا اذا باشرت مركي لحرير ستو ان نكرات نكرابا ولم تتكرر ايسا نصول الله بن لادو نحو لا رجل وحنين ليره جنسي رجل ليره في الدار دار تبعيه كمسونا اعلم اوغو الله كوغيسيه ان الله تنصب ويكردكتا ان كراتي نكروينك بغير تنوين تنوين الان يكردكتا اذا وقتك يكردكتا باشرت اي لم مباشرته او اي توس الحرير ستولادو ان كرات اسم كان كراتا او لود حين ولم تكرر لا لا دون اي صلى الله عليه وذلك مثالك نحو لا رجل وحن ليرا فيري هل من كما هذا ليدو جنس جنسي رجل ليرا في دار دار تدخل ما هاني هذه ساس ليرا دو هل من كما جيرو لبا كما جيرتو بقول كما جيرتو سيدي سبا وحر رجل لبا جنسي غير كما جيرو جنسي نوع اصلا جنسي اصلا ما كو جيرو جنسي نوع واه كلا دوين هي جنسي اصلا ما كو جيرو ماركا فيري ماركا
شروط إلى ذلك عمل فريضة كسب مرن قاضينا ويرينا شروط اعلموا أن الله تنسي ويكور بكتا أن كرات وحا شرط اسم كيد يا قبر كيد إن نكران وضان وشرط كيد أن يكون اسمها وخبرها نكرة تيري وشرط اسم كيد يا قبر كيد لبضوا إن نكران وضان وح معرفة لكم عمل فلك ارتأيض لأن نافية للجنس شرط كيد المركب حون نغري أن يكون اسمها وخبرها نكرة تيري اسم كيد يا قبر كيد وين لبضوا إن نكران وضان ما اللي فهمه وي ان يكون اسمها وخبرها نكره تيري اسم كده خبر كده لوادوبا وان لا لما كره نقران ما اللي فاهمين انت شرط دغس لا وحو ان نكرات لا لقى بغير التنوين واوصل لابين هاي شروط ذكر اوغد غير تنوين تر ودهر رفتا اذا باشرت مركي لحرير ست ان نكره توشرط لبا وحا شرط أن يتقدم اسمها على خبره اسم كونه صهر يقول لا ده اسم كونه يكون إكسدان لا رجولة لا رجولة لا ده يرجولة صوت كم حيكان هذا وين أساس اسمه إكسدان وأن يتقدم اسمها على خبرها اسم كونه صهر مره أو لا ده كون إكسده أو خبر كون صهر مره هذه خبر كون صهر مره لا فيها غول ولا هم عنها يزفون ما هي ما عمل فلكر ما عمل فلكا شرطي لبدوا الله يا صماها الا يتقدم اسمها على خبرها وان يتقدم اسمها به ان يتقدم اسمها الله ماها ان يتقدم اسمها اسم كيد وين هرمره او كسر هرمره على خبرها لما شرط ما الله يا ولم تكرر لا لا رئيس صنق نقون لا حول ولا قوه وين على بهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وين اللي سوء العلم لا ذلك دي اللي سوء العلم وركض ونص صعبة وين اللي سوء العلم لا حول ولا قوة وين الله بهم قول اللي سوء العلم لا دي ما اللي فهمتها شرط دي الصدحات وأن لا يدخل عليها حرف جر حرف جر وين سنجري وأن لا يدخل عليها حرف جر حرف جر وين سنجري وإن هذا إن جئت وائم بلا زاد بلا زاد بلا زاد جئت بلا زاد وإن هذا بهم بلا زاد بلا شك لغاية المطاف ماذا شرطي الله أيضا صدح شرطي ما الله أيضا وحن ما تنون دلدلها أفر شرطي ها رقع سائل الصعودة رقع قول ويقهرين شرطي كيف أدوحوها أن يكون اسمها وخبرها نكرة تيري اسم يا خبر كلامه وين نكرة نقران شرط جيل بعضنا أن يتقدم اسمها على خبرها شرط جيل صدحنا ولم تكرر لا شرط جيل أفرادنا ألا يدخل عليها حرف جر هيه أفر شرط ما هذا وين أفر تا شرط وين لهلا أفر شرط شرط مرك لهلا بغير توين شرح هذا جيل سما أفر تشر بها الدان لهرين عمل فلك يدو واجب معه أفر تشر بها وإن لهلو مارك عمل فلك واجب يهي بغير تنوين حلو رجي ده اسم كقدم بي الله ده أوحى اللاقي بي المفرد إيا غير المفرد اسم كالله ده قدم بي محل اللاقي بي مفرد إيا غير المفرد باب كان دي لجوغ المفرد محل ليرا لكل مقام له مقال مال والباور وقاره هلاد مال والبابا وقاره هلاد ايه انكيور اللي سكت شوقي باب معرفة علامات الإحرام كان شوقي مفرد محالة بيشري ما ليس مصمم ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة سأسأل بيشري مركان مرين باب المبتدئ والخبر مفرد حالة بيشري ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة هل كان قاعدة كالقاضة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ألا يرادة مفل هل كان مكنا تشوف مفل لا ألا يرادة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وهو حال مضافنا هين مضافنا الشبيهين ما اللي فهم هل كان باب الله باب كصوص عدنا علمي باب المناداء باب المناداء علمي الله بدأ سباب أدوه تشوفه ولقى باب الله يباب المناداء ما كان تشوفته مفرد محاله يرادي له ويرادو
ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف عليه هذا وهو حن مضاف حن شبيه آن شبيه مضاف مضاف ولا يعني مضاف ليه كذا غير سيدا لا صاحب علم ممقوت لا صاحب علم قف علم الصاحب ممقوت وحلو عروض معهن لا صاحب علم صاحب ومضاف علمنا ومضاف إليه تكاسا مضاف اسم لا مركا اسم كيف نقول نغلي مضاف لا صاحب علم صاحب ومضاف صماها ما أنت لا اسم كيف مضاف نغلي دمر شبيه بالمضاف المحال إلى ذا ما اتصل به شيء من تمام معناه ما اتصل به شيء من تمام معناه ما اتصل به شيء من تمام معناه ووحو لحريرو وح معنيه ستام يرهي وح معنيه ستام يرهي يكدم يوكذلك لحريرو ما اتصل به شيء من تمام معناه سأسأل لي هذا شبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه وعلى ذلك لا طالعا كبلا حاضر لا طالعا كبلا برمت كريا حاضر متشوغا معهان لا طالعا جبلا بالي عن تاسوي بالي عن تاس شبيه بالمضافة محايا إلي قضال وحي كالحر إذا وح معناها ضمي سيروية جبلا جبلا تاسوي كالضم بيضا لا بالي عن جبلا حيلا بالي عن كلمة اللي فهمهم عنه ضمي سيريا طاطرة بالي عن ميت كرة حو كرة مركب كرة مديارة كرة مبور كرة حو كرة ما اللي فهمك معنيه يا ضمي سيرها جبلا لا بالي عن ميت كرة جبلا بور حاضر ميت شوغا ماهانين شبيه بالمضاف وكاسا مركا لا اسم كذا وحمد محل قبيا مضا وحلو قبيا مفرد يا غير مفرد لا اسم كذا وحلو قبيا مفرد يا غير مفرد مفرد باب كان محل يرى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وهو حن مضاف ما هين مضاف ما شبيه سيدا وكنا سوا شروط اللي قال لك لا رجل في الدار لا رجل وين رجل بس ومفرد معايلة مضافنا معهم مضافنا مشى به ما اللي فهمه وكاسا لا اسم كده مفرد مركة اسم كده مفرد نقضه وعلى بنية يبنى على ما يوصد وحلو بنية وحلو نسبة كري اسم مفرد محلو نسبة كري فتح الصلاة معهم رجولة اسم مفرد وحلا لا رجولة فتحكم بنية هاي مصنع مصنع محلو نسبة كري يا سماها يا أتكون بنين لا رجلين في الدار يا الله كم من ذكر سالم واحد هذا هاي كم من ذكر سالم محل يقول نسمي كري يا سماها واحد هذا هاي لا مسلمين في البلد لا مسلمين يا دي أتكون بنين ها يا دي أتكون بنين يا دي أتكون بنين كم أول مؤنث سالم محل يقول نسمي كري كسر متى كفرات يتكون بنيني لا مسلمات في الدار أدلان مركة هتنو اسمكم مفرد يهي يبنى على ما ينصب ويحلون نسوي كرا لكم بنينا لا اسمكم مفرد نقضه والله بنينا هرطة بغير توين بناها فلو كيري والله بنينا مره دي لا اسمكم مفرد نقضه والله بنينا محالكم بنينا على ما ينصب ويحلون نسوي كري هدو مفرد يهي محالكم نسوي كري فتحه فتحه يكون بنيه لا رجل في الدار هدوم مثنية هاي محاله نسبة كري يا لا رجلين يا دي يكون بنيه لا رجلين في الدار هدوم كم مسمي هاي محاله نسبة كري يا لا مسلمين في الدار يا دي يكون بنيه كم ما نصالح محاله نسبة كري كسره كسره دي يكون بنيه هذا اسم الله نقطه لا مسلمات في الدار مركل هذا اسم كده دوم مفرد نغره يبنى على ما يصب خلاص إعراب لا رجل لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسم الله مبني على الفتح في محل النصب محل كتك نصبيني ومبني مرد اسم كلام مفرد نغره ومبني ومبني محل كلام نصبينا محل كلام نصبينا ومبني مبني على الفتح في محل النصب في الدار في حرف جر
الجار اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن كائن خبر كوا جد أيضا خبر كوا جدني اسم كان نصب اسم خبر كوا جدني وإن لمت كائن اسمه هل كاس وحن وجد من الذي يشروط يكون عمل فلدي يا اسم كذا وحاء النقرة مركو مفرد يا هنا وام مثالنا محن نهر يحطون مضاف نقرة ها مضاف دون نقرة وعلى إسكان نصبنا ومحرب عادي مركب هدو شبيه بالمضاف نقرة ومحرب ولا نصبنا ولا راس ومحرب مركو مفرد نقرة ومضن محل كلاجنا نصبنا طلب بنايو لكن مركو مضاف نقرة يا مركو شبيه بالمضاف نقرة ومحرب وأنا منصوب ها وأنا منصوب واحد أسوأ مضاف السوق هذا لا صاحب علم ممقوط لا صاحب علم مت علم الصاحب ممقوط وحلي عريض معهاني أي إعراب لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر صاحب اسم الله منصوب وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخره صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره ممقوط خبر الله مرفوع بالله وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خلاص عاد يا صمع هدو شبيه بالمضاف يهينه أصنوه محرب على نصبنا لا طالعا جبلا حاضر طالعا واسم كيدي حاضر وقدر كيدي انت صد ما انت فاهمي كرتاه اعرارك وحن كاقا الالينا جبلا تسد فاهمي وحلمون اسمي فالو ما اخير مركا وما وقت قد إن شاء الله دينا فنقو قارسين لكن أبو إيش كو قبو ضالعا لا ضالعا وإسم كلانا ونصبسين ونطويسين سوما جديد حاضرنا وقبر كيدي وحاول بحي وحبه كفال وابي إذا تقاري إن شاء الله ترتيب 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 وإلا يريري الله كب كبايستي ما نادي هالمر القدل دل عروق رشي السبب وكو حنوسا وياي شروط دي شرط كمده شرح أكتب وشرح شرط دي أحا ما كرادو اسم كويني لبا شرطة اسكو حيقان لا رجولة وإن ساس كو حيقان هادين لوايا شرط دي قاس عمل فرق وابولة فيري لبا شرط دي وكانوا علمت ما وصان شرحينا لبا كلاو علمت هادين حرف جار قرو عمل فرق ولوينة بلا زاد جيتو بلا زادين فيري بلا زادين قبر كدو صوهر مرة عمل فرق ولوينة صدح لاس عن فلك ولا وينه مركا شردي هاو شرحه لا ده يا اسم كوينه اسلب باشرا هدي شردي جاس لويو شرحه فاين لم تباشر نكرهو هدي سن فاين لم تباشر لا دي هدي سن لا باشرين ها نكرهدي وجب وحا واجب يا عرف ان لا غدو اسم كي نكرهه وين لا غدو ماشي لا فتحيناي وا دمات اما فله ما اركو ووجب وحا كلا واجب يا تكرار الله لا ده الا سوء العليو نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فيري نحو لا في الدار رجل لا دي يا رجل يا ابحية في الدار خبرك يا صهر مري خبرك يا صهر مري ما عمل فلكرت لا دي وإن لسوء عرشه وانا إن العمل هالليه ما عاد مركز وكلا لا ده لا نافية ملقاة لا عمل الله هالعمل هالينا ملقاة لا عمل الله ما عمل فلكرت ما عاد معي يا شرط دي واحد ويدي ما إنا نكرابا لا حريصت شرط دي الواي في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في أقل الجار والمجرور متعلقان بخبر متقدم كدر مارك بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن هجر المبتدا مؤخرا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في أقل مبتدا خبر على قدر في الدار وجر مجرور وخبر مقدم رجلنا ومتدم أقرى أو قدال مرأي ما أنت خبرك يا صهر مرأي يمتدين خبر صهر مرأي ليلة ولا امرأة الأنواء وحرف عف الله نافية ملقاة الله على الله امرأة معضوف على رجلك عرف ها امرأة معضوف على رجل والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هل كانت وحن كو أغاني شرطي أها وإني لباشرته لا ده اسمك وإني لباشرته و اي لحرير ستو شرط دقي اها هدين لوايو عمل فلك دو بري واي شرط دقي تكرار كهدين لوايو تكرار يسن صوت تكرار نعمل مكتب
هذا صوت تكرر تي صوت نق نقطه أو شرط دقي أهيا يسون صوت نق نقن هدي ماش أو كبحه أو شرط دقي أسلو وياه أولادي صلى الله عليه عمل فلك مبرأي جائز نقنا طار ترى وعمل سيكرتا طار ترى وعمل هليكرتا شرط دقي أسلو كده ويسدح شرط يوكل لا نوح عليه يسون صوت نق نقن هذا صوت نق نقطه شرط دقي أسلو وياه عمل فلك معهن بعض هذا طار ترى وعمل سيكرتا هذا رح ترى وعمل هلاي كرت أول عمل فلك واجبه واجب نبدأ ماشى كمل فإن تكررت لا لا هذا يصون نقطة جالس واحد بنان إعماله هلا عمل سين تيد وإلقاؤها هي إلا عمل هلاي لا هو بنان وجوب كيا ماشى كبحة عمل فلك أول واجبه مركي شروط أفر طالها لكن هذا جالس نقطة واجب نبدأ كبحة ترى تنا عمل هلاي ترى تنا عمل سين فإن تكررت لا لا هطي صنع نقطه جيسا وحا بنان إعمالها لعمل سنتيد إلا عمل سياوة بناي وإلقاؤها إلا عمل هلايانو بناي فإن شيت أضرب تقولت وحا لا بهاي لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شيت أضرب تقولت وحا لا بهاي لا رجل في الدار ولا امرأة انتظر طبي هداد ربطه وعمل سيني وحال هذا لا رجل موجود فتح هذه الا صار في الدار حداد ربطنا وعمل هلينا وحال هذا لا رجل في الدار لبدا وكو بناي فان تكررت لا لا هطي صون نق نقطه جيسا وحا بنان اعماله هل عمل سينتيد اي ويلقاوها الا عمل هلينا لا قيلو فان شيت ضربت وعمل سينا قلت وحال هذا لا رجل في الدار وحن اللي يرى دار تريحي ذاكما سوغنا ولا امرأة تان هوينينا كما سوغنا ولا امرأة تان ولا امرأة تان تاسكويا كيسو اعرار هده وفرسو لا رجل لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر رجل اسم الله مبني على الفتح في محل النصب في دار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوب تقدير كائن ولا امرأة الواو حرف الواو حرف عطف لا نافية ملغاة لا عمل لها امرأة وفير سهد هورد امرأة معذوف على محل اسم الله اسم كلام حامل اسم كلام فيري ما كان حرابة هذا هورد هذا إلى مسعتي فيري اسم كلام رجل ما كان حرابة حامل رجل اسم الله مبني على الفتح في محل النصب محل كان اسمه سومان مركه محل نصب سنه هلكاس ايه محل كاس ان كسو عطف في مركه ولا امراه وحليه ولا الواو حرف عطف لا نافيه ملقاه لا عمل لها امراه معطوف على محل اسم الله لا اسم كده محل كيس عطف الا محل كان نصب سنه ها والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامه نصب فرحه ظاهره في اخره هذا هو وعمل هلين ويشي تضربت وعمل هلين قلت وحل لهي لا رجل وحل في الدار ما هان ولا امرأة لوينين ما هان لا رجل لا نافية ملقاة لا عمل لها رجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن ولا امرأة إد ماش أقول فلوت كسر قاضي ولا امرأة وروها كسوة ولا امرأة فريد لما كان هرت على القمر ها مركب ضم بها أهاب ورت دي بس كذا ما في ابتداء يلا ما تبيه ولا امرأة ولا امرأة الله حرف عطف لا نافية ملقاة لا عمل الله امرأة معطوف على الرجل كذا رجل تام رفع حصان كذا عطفه رجل سمع رفع حصانين امرأة معطوف على الرجل والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر انت اسمع اللي فهم بل انت اهل صوت دياري باب المنادى هذا مد كان باب المنادى مناديه باب كي سوي منادى هو مد لوضع واقي مي وقت كان باب كان مفروض باب الله لا يرتع مهر باب كان مهر ذلك اللي سوكر كتاب فضيد واحد لكن واحد وحفظ فروضيه واحدة دالاي وحرده وحفظه مفروضه باب المنادى هذا متكرر باب المنادى كل لوب واقع لو قيلي اي باب كيسوي قف كاف قيلي هذا كار هبلو ادن باب كي كان لا يوه
حروف اسكلي ياي اي كبت يا يا زيد يا زيد واكاسا فيتك الله واقع همزدر اي كمتا ازيد ايا اي كمتا ايا زيد هيا اي كمتا هيا زيد اي اي كمتا اي زيد مركا حروف النداء وتكره ومالين كده ان شاء الله باب المنادى هذا عمد كانوا باب المنادى مناديه باب كيسيوي المنادى منادو خمسة انواع نعيال الشنوي منادى وشنو منادى وشنو منادى وميقنو شنوي المنادى كان لو قيليا كان لو دواقع شنو خمسة انواع المفرد العرم ويكبدل ومفرد العرم مثل كوبان مفرد باب كان وصبرت وحا اللي يراد حد ديران باب الله كصبرا باب كان باب النداء مركا لتشوقه مفرد وحا ليران ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ساسا اللي يراد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ويا علمنا باب العلمة تكسو عرقت مفرد علم المفرد المفرد مفرد العلم علمة كو كاس حقا دي ونكرة نكرة المقصودة اللو قصد نوع اللوات نكرة مقصودة ليران نكرة واتقان ee maqsuuda kugu siyaada waxa loo jeedaa isimkii nakiraha ee afraad badan ka bixiyay ahal qof loo la qasday fiiri rajul yu ka bixiy kullu dhakar baliq min bani aadam ka bixiy asagii hal qof loo qasday ya rajulu ala halina loo jeedaa ya rajul isimkii mushtaraka ah ee afraad badan ka bixiyay aad qof gaar ah loo qasday ya rajulu rajul kaano mid gaar ah loo qasday taas min xal ila hada nakira maqsuuda wa nakiro isimka oo afraad badan uu ka dhixay asal laakin maanta qof gaar ah loo qasday waaye wa nakiratu al maqsuudatu wa nakiratu ghayru maqsuudati kan kala wa maxay nakira ghayru maqsuuda wa maxay macneedu wa nakira macni loo dajiyo loo isticmaalo saw afraad badan kama dhaxeyn macni loo dajiyo loo isticmaalo in dhola wuxuu leeyahay يا رجل خذ بيدي وانيرو غعنتي قبو الباب كان سيد كانو جيد لاهي يا رجل خذ بيدي اولي اصل مركا نين غارمي ودواقا مايا اي رجل كاستا غبرو يسو غعنتي قبا ها نين انت غعنتي قبت الباب كان تفر اصل مركا رجل معني لو دجي ايو استعمالا وانا كره غير مقصوده قفنا لو رقصتي ما افراد ودما كدحيدا وانا كره لو استعمالا معني لو دجي يا رجل خذ بيدي اولي وسبع افر والمضاف كلا يدافي ومد لا يدافي يا غلام زيد وطعنا اسم لا يدافي مضاف اليه كدبي غلام يا غلام زيد اولي ورسيد ادون كيسيو يا غلام زيد مضاف اليه كدبي ومضاف والشبيه بالمضاف يمد لو شبه المضاف شبيه بالمضاف حال هذا ما اتصل به شيء من تمام معناه هذا الباب الله سوكو ما صبر ما اتصل به شيء من تمام معناه وشيء قبال كلا حريره وح معناها بما استرى يا غافلا والموت يطلبه ده. يا غافلا مثك هالمان صنو والموت يطلبه موت كنا أكرادين سنسك هالمان صن يا غافلا مثك هالمان صنو والموت يطلبه موت كنا أهرادنا شنطاس منادة كان لا دواقع وشنطاس ومفرد علامة كو نكرة مقصودة لابو نكرة غير مقصودة صدح مضاف هي شبيه من المضاف شنطاس هي شنط حكم كو دي بغي سمك فاما المفرد مفرد مفرد كالعلام وعلم كا هي ونكرة نكرة نكرة المقصودة قف قارة لولا قستي فيبنيان ولا بنينا على الضم يلغو بنينا من غير تنوين تنوين لعب فيبنيان على الضم ضم يلغو بنينا وحكا سحسن فيبنيان على ما يرفعان وحلغو بنينا وحلغو رفكتشري ساسو يسير صوابك فيبنيان وحلغو بنينا على ما يرفعان وحلغو رفكتشري في ريمك من غير تنوين ولا مبنى مبنى مبلغ تنوينية إلا في باب ضرورة ماهن مبلغ تنوينية من غير تنوين ولا مبنى من غير تنوين على بنينا مبلغ الله بنينا
مثال هذا سواقفصو سواقفصو مفرد محال غرف إجري دمان غرف إجري وكان مفرد علامة زيت ومفرد وانا علم سماها ما كان قلت واقعي دو دم تكون بنيني يا محال كان وكان نصبيني يا زيد زيدو أبلاب يا زيد يا حرف النداء زيد منادى زيد مفرد علم المنادى مبني على الضم في محل النصب محلك كنصب يا زيد يا حرف النداء يا حرف النداء ما نادى ادعونا ولو درا ضل مسكحيد يا حرف النداء ما نادى ادعو ادعو اي نائب كت مركو وحي هي ادعو زيدا ويرا انو وحن ادواقا وزيد ادعو زيدا زيدا ويرا وحن ادواقا وزيد تصحيح ادعو ديال اللي سحت من كاسا لا سو بدل قات نائب كت يا دان يا زيد زيدو الله قد مر يا حرف النداء ما نادى ادعو زيد مفرد علم وحتر زيد منادى مفرد علم زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل النصب محل كنصب مفرد وحي لو رفع اجري ان كوبينين سو وجدي الا مفرد ضم لو رفع اجري سماها ضم ما ين كوبينين رجل ولم ويا رجل ما كان مقصودا رجل ومفرد مفرد ما ترقات مالهين مفرد ضم ضم رفع اجري ضم ما ين كوبينين يا رجل انكارو رجل لفظه ونكره لكن ما انت قف قارها لو لجينا يا رجل ننكانو يا حرف النداء من نادى ادعو رجل منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل النصب محلك كنصب مصنع محاله رفع اجري مصنع حاله رفع اجري بعض حرفة حلافة الحرام ألف سماها منادى دون غضب ألف كي تكون بنيني يا زيداني لماذا زيدو يا زيداني شمع المذكر صالح محل ورف اجري واو واو دي تكون بنيني يا زيدور شمع المؤنث صالح محل ورف اجري ضمو ضمو دي تكون بنيني يا هنداتو شمع تكسير محل ورف اجري ضمو يا زيود يا هنود يا رجال ضمة يخبر يبنى على ما يرفع ويحي اللي قول رفع اجري اتكو بنين وركاس ما اللي فهم مفرد على ما ينكره مقصود الله كبحن في ريحون كودي فامل مفرد مفردك مفردك العلم علمك ايه ونكره تنكره المقصودة اللوقستي فيبنى يعني لما نصوح اللي قول بنين على الضم الضم ضم اللي قول بنين حكا صواب سنة ميري فيبنى يعني على ما يرفع عنه ويحلو الرفع اجري لغو بنينا وايه من غير التوين التوين لانا لغو بنينا نحو يا زيد ومفرد كعلم كها ويا رجلنا وانا كرا دي مقصودة ده وثلاثة الباقية صدح ذا صهرتي منصورة ومدل كرده لا غير النصب وحانا هين جائز نتبنى ما لا غير النصب جائزا وحانا نصبا هين كمات بنانا وفرس وعن نصبع هينو كما بنانا سوما جديد صدح لصوهر طيوان محي شانتي واحد كتشرتا مفرد عالم كتشر مفرد عالم كتشر شانتي ايه نكري مقصودة لغلاس كتشر محي صوهري نكري قير مقصودة كو مضاف لابو شبيه بالمضاف صدح لصوهر طيوان وفين ليس اني كوريا والربا وي كسر صدح صهرتي وثلاثه صدح الباقيه طهرتي منصوبه ولا كردي صدح ولا كردي لا غير وحان نصبها الجائزة ما بنان صدح صهرتي ولا نصبنا هي نكره غير مقصوده لا سوقبو يا رجلا خذ بيدي يا رجلا يا حرف النداء ما نبدل رجلا منادى نكره غير مقصوده منصوب وعلامة النصب فرحة ظاهرة في عقيل قال النصبنا وانا كرة غير مقصودة رجلا مناد نكرة غير مقصودة منصوب
وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره. هي مضاف وعلامة هي يا قران زيد يا قران زيد يا حرف مد قران مراد مضاف منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره. قران مضاف زيد المضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره. هي شبيه بالمضاف شبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. يا غافلا متك هالمان صنو والموت يطلبه يا غافلا يا حرف نداء ما نبات غافلا منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. والباء وثلاثة صدحنا صدحنا الباقية طهرتي منصوبة ومن لكل لا غير وحى نصبها إنه جائسة من الضمامة منادانا الكاسان وقد ابني باب المفعول من أجله باب المفعول هذا متكانو باب المفعول من أجله مفعول من أجله باب كيسوي باب المفعول من أجله صدح مقعوا ليكم فيري مفعول من أجله مفعول لأجله مفعول له صدح مقعوا ليكم مفعول من أجله مفعول لأجله مفعول له صدح ما راحوا كانوا لي مفعول من أجله مفعول لأجله مفعول له صدح اسمه راحوا له واسكمت صدح أدارته واسكمت باب مفعول من أجله مفعول من أجله باب كيس هذا محله وهو مفعول من أجله وعلى اسم واسم فعلنا من نغض حرفنا من نغض مفعول من أجله هذا مغشى واسم اسم كاسو المنصوب الله كرنيجي مجرور من نغض مرفوع من نغض مفعول من أجله واسم منصوبا أي من نغض مجرور مرفوع من نغض ما اللي فهمين تعرف الذي واسمك يذكر الله شيغو بيانا عدين درادد لسبب وقوع الفعل فعلك بإدي سسببت إذن العدين اسمك سوحك الله ما شيغو فعلك هو الرياض عاي فعلك سببت قد عاي بالعدين فعلك كهر رأي سببك قد عاي وقوع عدين فإذا وينك كهري سبب تفعيل كاس قد عيبك وشيك سأسابة الله شيك عساقنام إن سببت الوعد الذي واسمك يذكر لشيك بيانا لأجل بيان عدين دردد لسبب وقوع الفعل فعلك بإدي سيسابت العدين نحو وذلك مثالك نحو قولك وهذا الكاروكالات قام زيد زيدا استاقي هذا فيري قام وفعل ما دواتقان زيد وفاعل كيدي مفعول من أجله وإجلالا إجلالا وينين درتيد أستاذ فيري إجلالا اسموي وأنا منصوب وكرد قيني سوو جيدا إنها من الله سوما كردني هاي نحو عطينا صوت فإذا الله شيء وامحي فعل ككهر قيام كزيد استاذ سيد صبرتا كانتي صبرتا سكو عطينا واحد ويري إجلالا وينين درتيد أستاذ لعمر وينين صوت استاج عمر وينين عمر حق سوس على سفر كي يبدو أرك أنت استاجو كرت مرك السبب كوام محو استاجي إجلالا لعمر مرك إجلالا محي نوع عطيري سبب قيام زيد وحي نوع عطيري صوت زيد استاجي قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الحرام زيد فعل قام مفعول وحرام ترفع ضمة ظاهرة في آخره إجلالا مفعول من أجل منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره لعمر اللام حرف الجر عمر اسم مجرور باللام وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بإجلال إجلال كتقول تعالوا جنه الواو فارغة بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر أما في حالة النصب فلا التباس بينهم وقصدتك نهو أذان كوسو قصدي وقصدتك أذان كوسو قصدي ابتغاء معروفك وناك ضلبت عن ضلبة يدرتي لكو سوغست هذا فيري ابتغاء واسم وانا منصوب وكور بغنطة صوت الله شيئا واحدة فعل ككهو خيئة سبب كو معي وكو سوغست حدي صدو ابتغاء معروفك وروحنان كاثم معروفك ووحسينت معروف كاثم انا ضحيقة بتان مركة ابتغاء واحد عضيري قصدنا سئل كاس سبق أو أبعي قفاك إلى قصدتك وكو سوقس
فانا كوئي سو وبهن ان فهمت فعلك صوت ادعي صوت قصدك كانت وكو ابتغاء معروفك معروفا كان معروف كان دلبات اه وقصدتك قصدت فعل وفاعل والكاف ضمير النصب المتصل مفعول به مبني على الفتح في محل النصب سكن مايس والكاف ضمير نصب متصل مفعول به مبني على الفتح في محل النصب ابتغاء مفعول من اجله منصوب وعلامه النصب فتحه ظاهره في اخره ابتغاء مضاف معروف مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره معروف مضاف والكاف ضرب مضاف اليه كله مبني على الفتح في محل جر الله مضاف اليه كذا دعم باب المفعول معه الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد.